مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: من المواقع المحلية قنوات الكويت تحتفي بعيد الوحدة اليمنية. في الصحافة العربية: كورونا قد يصيب 16 مليون يمني. أما في الأخبار المنوعة: وكالة الفضاء تعد خطة مثيرة للجدل من أجل استعمار المريخ. مضى 30 عاماً منذ الإعلان عن قيام الوحدة اليمنية، فالحلم الأزلي للشعب تحقق بتوحيد الشطرين، لكن صراعات النخبة ومنحدرات السياسة والحرب في البلاد أقلقته. 30 عاماً من إعلان الوحدة اليمنية عثرات النخبة وإرادة الشعب. يعتقد السكان والمحللون المطلعون على الوضع اليمني أن النخبة السياسية التي كانت تدير البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية فشلت في تحقيق تطلعات الشعب، وأن المصالح الفردية الذاتية هي من تدفع البلاد نحو التشظي من جديد. كما يعتقدون أن مشروع اليمن الاتحادي هو أفضل خيار في الوقت الحالي للدفع باتجاه دولة يمنية تعالج أخطاء النخبة السياسية، على أن تقوم الدولة الجديدة على حكم الشعب بمعناه الحقيقي، لا العبث بإرادته الحرة. كانت اليمن قد قررت عبر مخرجات الحوار الوطني أن يكون نظام الحكم فيدراليا يقوم على 6 أقاليم بدلا من وحدة اندماجية. تقول هيلين لانكر، وهي باحثة متخصصة بشؤون اليمنية ولها كتاب عن اليمن، تقول: منذ 30 عاماً اتحدت اليمن كدولة واحدة في جو من التفاؤل بشأن المستقبل، لكنها أصبحت مخيبة للآمال بشكل فادح بفضل السجل السيء والمنفعة الذاتية والتنافس بين النخب السياسية اليمنية. وأضافت: من الواضح أن التاريخ لم يكن لطيفاً مع الغالبية العظمى من اليمنيين في بلد يبلغ عدد سكانه الآن ما يقرب من 30 مليون نسمة، فقد عانوا لعقود من حكم كيلتوغراطي واستبدادي بدد الدخل المتواضع للبلاد من صادرات النفط لجيوب النخبة الحاكمة وشركائها، بدلا من تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتابعت في هذه الذكرى: هناك حاجة ملحة لتعلم دروس العقود الأخيرة حتى يتمكن اليمنيون من التوحد في النضال من أجل مستقبل أكثر سلاما وإنصافا. تابع موقع عدن الغد شاشات الكويت الرسمية، حيث احتفت بعيد الوحدة اليمنية، وعنوان الموقع: قنوات الكويت تحتفي بعيد الوحدة اليمنية. وقال الموقع من خلال متابعته: احتفت القنوات الحكومية الكويتية بعيد الوحدة اليمنية، ورفعت عموم القنوات الكويتية العلم اليمني على واجهتها يوم الجمعة. يضيف عدن الغد: كثفت القنوات الحكومية الكويتية تغطيتها الإخبارية عن يوم إعادة توحيد اليمن، ويفيد أنها المرة الأولى التي تقوم بها قنوات حكومية كويتية بمثل هذا العمل منذ سنوات. وحده شعبنا اليمني العظيم يحمي الوحدة اليوم. هذه إحدى فقرات مقال كتبته الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان بمناسبة الذكرى 30 للوحدة اليمنية، وجاء فيه: المجد لشعبنا اليمني العظيم في ذكرى إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني في 22 مايو، التي تكمل اليوم عقدها 3 عصية على التجزئة وشامخة أمام المؤامرات والمخططات المتكالبة عليها من كل أعدائها الداخليين والخارجيين. لا أحد يزايد اليوم باسم الوحدة في النخب السياسية والأحزاب. وحده شعبنا اليمني العظيم يحمي الوحدة اليوم. بعد أن تنكر لها الانتهازيون والمزايدون والفاسدون، عادت الوحدة للشعب لتثبت أنها قدر ومصير هذا الشعب. الحوثي يحتفل بقدس الخميني في صنعاء، ولم يصل لعلمه بعد ولا يعنيه أن هذا اليوم هو يوم 22 مايو المجيد، يوم تحقيق وحدة الوطن اليمني. والساسة والحزبيون هناك في الرياض التي ولوا وجوههم شطرها، وفي أبو ظبي عند أربابهم يقيم الواهمون بتقطيع أوصال اليمن. وفي اليمن شعب أبي مارد شرس، عصي على الإمحاء والتجاوز. اليمن الموحد قضاء الله وقدره،
ومصير أبدي لا تمحوه الحروب والمؤامرات الصغيرة. ليمننا الكبير وشعبنا العظيم نقول إن قدس أقداسنا هي اليمن، وقبلتنا وكعبتنا هي اليمن، وعيدنا الوطني هو يوم إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني الكبير في 22 مايو، هي تتويج لنضالات شعبنا في ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر. المجد لليمن في عيد وحدتها المجيد. ها هنا نحن وقد وحدنا وطن أصبح منا أثمنا، وغدت أصقاعه معبدنا لم ولن نعبد فيها وثنا، أو يرى نخاس أرض أننا نأخذ الدنيا ونعطي اليمن. في موضوع آخر، عثر مواطنون في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء على جثتي شابين بعد مرور نحو نصف شهر على فقدانهما في جبال المديرية. وعنوان موقع الصحوة نت: قتلا بألغام الحوثي. العثور على جثتي شابين في نهم بعد نصف شهر على فقدانهما. قال مصدر محلي للمركز الإعلامي لمقاومة صنعاء إن المواطنين عثروا على جثتي الشابين أحمد صالح عبد الله حليف ومحيي أبو ثور في جبال منطقة المدفون جثثا هامدة بعد أن انفجرت بهما ألغام من مخلفات الحوثيين بالمنطقة. وأضاف المصدر أن الشابين كان غادرا منزليهما في 13 رمضان، وظلت أسرتهما تبحثان عنهما حتى عثرت عليهما يوم أمس. وسبق أن قتلت الألغام التي زرعتها الميليشيات بمديرية نهم قتلت عشرات المدنيين من رعاة المواشي وسكان المنطقة نتيجة لكثافتها وزراعتها بشكل عشوائي في جبال وطرقات المديرية. نفذ مسلحون محليون عمليات اقتحام لعدد من المتاجر في 2 من أكبر الأحياء التجارية في مديرية الشيخ عثمان شمالي العاصمة المؤقتة عدن، وطالبوا ملاكها بدفع إتاوات مالية. وفقا للمصدر أونلاين، على غرار ما يقوم به الحوثيون في صنعاء، مسلحون في عدن يجبرون ملاك محل تجارية على دفع مبالغ مالية. وقال مصدر محلي وشهود عيان للمصدر أونلاين قالوا إن مسلحين محليين بعضهم غطى وجهه بقطع قماش أي كالغتر مثلا، ويرتدون أزياء مدنية. اقتحموا عددا من محال بيع المواد الغذائية في حي السيل التجاري ومحال بيع المواد الإلكترونية في حي عبد القوي، وطالبوا ملاكها بدفع مبالغ مالية. وقال شهود عيان إن المسلحين أبلغوا الملاك أنهم سيغلقون المتاجر التي لم تدفع الإتاوات لهم. وقال المصدر إن عددا كبيرا من المحال التجارية اضطروا رغما عنهم لدفع أموال تصل لحوالي 30 إلى 40 ألف ريال يمني في ظل غياب دور الأجهزة الأمنية في المدينة الخاضعة لسيطرة قوات الانتقال منذ 10 أغسطس 2019. تأتي هذه الحملات لإجبار ملاك المحال التجارية في عدن على دفع إتاوات غير قانونية على غرار ما تقوم به ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها. بالاصطفاف ستنتصر عدن على واقعها المرير. تحت هذا العنوان كتب عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي إنصاف مايو مقاله المنشور في الصحوة نت مضيفا: في مثل هذه الأيام الرمضانية من العام 2015 تتوجت بطولات أبناء عدن بتحرير العاصمة المؤقتة من ميليشيات الحوثي الانقلابية. انتفض جميع أبناء عدن وحملوا السلاح في مدينة مسالمة لم تعرف معنى السلاح من قبل، وطرحوا جانبا التباينات والخلافات وصور اللافتات التمزيقية، وتوحدت الجهود في سبيل التحرير. وكانت هذه اللحمة هي السلاح الأول والحاسم للمعركة قبل الأسلحة النارية والقوة الناعمة التي تكفلت بهزيمة الميليشيات رغم سلاحها وعتادها وعددها. ومن المؤسف أن هذه العاصمة التي كانت منطلق التحرير للمحافظات والمناطق المحررة ترزح اليوم تحت وطأة الوباء الذي يحصد الآلاف من الأرواح من أبنائها، ويموت العشرات منها يومياً متأثرين بأنواع الحميات والفيروسات التي تكاثفت على عدن وضربت جهاز المناعة في جسدها المثخن بالجراح. والعديد من الأسر ما تزال تعاني أضرار السيول التي اجتاحت المدينة قبل رمضان، والعشرات من الأسر
لم تتوقف عن المطالبة يومياً بإطلاق أبنائها المخفيين قسراً والمختطفين الذين تمر عليهم الأشهر والسنوات وهم في السجون بغير مستندات قانونية، بل إن الكثير منهم صدرت بحقهم أوامر إفراج من النيابة ولا يزالون في السجون. النصر العظيم الذي تحقق في مثل هذه الأيام لم يأتي إلا بالاصطفاف الوطني الشامل وانتظام الجميع من أجل هدف واحد، ولن تنتصر عدن على واقعها المرير الذي تعانيه اليوم إلا بما انتصرت به ذلك اليوم من اصطفاف لجميع القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الاعتبارية وعموم أبناء عدن وسكانها باتجاه هدف إنقاذ المدينة وأبنائها وسكانها مما حل بها، وحتى تحرير كل الوطن من انقلاب ميليشيات الحوثي وإحلال السلام العادل والدائم. تقرير يدعو إلى الحذر نشره موقع الجزيرة نت عن فيروس كورونا في اليمن، وعنوان الموقع: مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية للجزيرة نت، كورونا قد يصيب 16 مليون يمني. قالت المسؤولة الإعلامية لمنظمة الصحة العالمية في اليمن منيرة المهدي إن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد سيؤدي إلى آثار كارثية، ومن المحتمل إصابة 16 مليون يمني أي 50% من السكان في ظل ظروف الحرب وهشاشة النظام الصحي. وحسب تصريحات منيرة المهدي للجزيرة نت، فإنه منذ الإعلان عن تفشي الوباء في اليمن قدمت منظمة الصحة العالمية العديد من السيناريوهات القائمة على الأدلة للتأكد من أن السلطات المحلية لديها الصورة الكاملة عن تأثير هذا الفيروس على اليمنيين. وقالت المهدي إنما نسبته 50% من المرافق الصحية في اليمن تأثرت بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من 5 سنوات، وهو ما أدى إلى انخفاض القدرات التشغيلية. ووفقا لحديث المسؤولة في المنظمة، فإن سوء التغذية يسهم في انخفاض مستويات المناعة ويجعل السكان عرضة للإصابة بأمراض معدية حادة مع احتمالية أكبر للوفاة. كأن الحياة السياسية في اليمن لا تريد أن تتخلص من إرث الرئيس صالح الذي طالما استثمر كوارث البلاد لصالحه. وعنوان العربي الجديد: ثلاثية الموت في اليمن، الأوبئة والمعارك والاستثمار السياسي. وقالت الصحيفة إنه يبدو أن طريقة الاستثمار في الكوارث ما تزال قائمة إلى اليوم عبر كافة الجهات المسيطرة على الجبهات اليمنية. تقول الصحيفة: آلة الحرب تستعيد حركتها في مختلف الجبهات على اتساع الجغرافيا اليمنية، وهو ما استدعى دق جرس الإنذار من الأمم المتحدة. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكو قال إن الوقت بدأ ينفد. خاشقجي: ليس لأحد الحق في العفو عن قتلته. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة لوبوان الفرنسية إحدى مقالاتها التي ترجمت خصيصا لصالح قناة بلقيس. قالت الخطيبة التركية للصحفي جمال خاشقجي الذي قتله عملاء سعوديون في إسطنبول إنه ليس لأحد الحق في العفو عن قتلته بعد العفو الذي أعلنه أبناء المتوفى. جريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم، وليس لأحد حق في العفو عن قتلته، وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا، قالت خطيبته خديجة جينكيز. وأضافت: الجميع يعلم أنه لا توجد حرية ولا عدالة في السعودية في ظل النظام الحالي. وقالت بأن جمال خاشقجي أصبح رمزا عالميا، وجريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم، ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه، وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا. وقالت: لا يجب أن يسمح أي قانون سواء أكان دوليا أو سعوديا أو إسلاميا بإطلاق سراح المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة. وكان جمال خاشقجي أحد منتقدي النظام السعودي بعد أن كان قريبا منه، قد قتل وتم تقطيع جثته في 2 أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث ذهب لاستعادة وثيقة. قال أبناء خاشقجي إنهم يعفون عن قتلة والدهم، وهو إعلان من شأنه أن يسمح للمتهم بالهروب من عقوبة الإعدام حسب ما قال محللون. بعد محاكمة مبهمة في المملكة العربية السعودية حكم على 5 سعوديين بالإعدام، وحكم على 3 آخرين باغتيال جمال خاشقجي، واتهم ما مجموعه 11 شخصا. الحكم الذي أعلن في ديسمبر وصفته المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بأنه مهزلة للعدالة.
هل هناك حقا شعوب تعيش أطول من شعوب أخرى؟ وفقا للبي بي سي فهناك 5 بلدان يعيش سكانها أعمارا أطول، وعنونت شبكة البي بي سي لماذا يعمر السكان طويلا في هذه المناطق 5 حول العالم. ووفقا للموقع يطلق على هذه المناطق اسم المناطق الزرقاء، حيث تزيد احتمالات العيش لأكثر من 100 عام بمقدار 10 مرات مقارنة بمتوسط الأعمار في الولايات المتحدة. وعلى مدى 12 عاما تابع العلماء أبحاثهم عن المناطق الزرقاء، وتوصلوا إلى بعض الافتراضات التي قد تفسر أسباب طول عمر سكان هذه المناطق، منها النظام الغذائي، حيث إن أكثرهم يأكلون باعتدال ولا يملؤون إلا 80% فقط من بطونهم. كما أثبتت الكثير من الدراسات أن الترابط الاجتماعي يسهم في الحد من أثار الضغوط النفسية، بينما تشجع علاقات الصداقة على المواظبة على الأنشطة البدنية والاجتماعية. ومن السمات التي ينفرد بها سكان بعض المناطق الزرقاء قد نستدل منها على أسرار طول العمر، إذ أشتهروا بالمواظبة على شرب 4 أكواب من الشاي والقهوة يوميا. ووفقا للبي بي سي فإن المناطق هي نيكويا في كوستاريا، وسردينيا في إيطاليا، وإيكاريا في اليونان، وأوكيناوا في اليابان، ولوماليندا في كاليفورنيا. وفقا للعلماء ينبغي تغيير الحمض النووي لرواد الفضاء في المستقبل قبل القيام بالرحلة المأهولة إلى المريخ. وعنوان موقع روسيا اليوم: خطة مثيرة للجدل لجعل رواد الفضاء بشرا فائقين من أجل استعمار المريخ. وقال الموقع: إنه من المرجح أن يحتاج رواد الفضاء إلى أن يصبحوا بشرا فائقين مع خلايا مقاومة للإشعاع وعظام قوية للغاية من أجل البقاء على قيد الحياة طوال الرحلة. وعدت عدد من وكالات الفضاء وحتى شركات الخاصة بتحقيق أول وجود بشري على سطح الكوكب الأحمر خلال العقدين المقبلين. وتأمل وكالة ناسا في هبوط رواد الفضاء على كوكب المريخ مع حلول العام 2030، في حين تريد شركة سبيس إكس التابعة للملياردير الأمريكي إيلون موسك إرسال 1,000,000 شخص إلى الكوكب بحلول عام 2050. وفي ندوة عبر الإنترنت جرت الأسبوع الماضي، جادل أحد العلماء البارزين بأن المستوطنين سيحتاجون إلى اختراق الجينات من أجل العيش على كوكب المريخ. تهدف رابطة مصورين اسمها F22 إلى رفع درجة حضور النساء اللاتي يكسبن رزقهن من خلال العمل في مجال التصوير. وكانت هذه المجموعة قد تأسست في الثمانينات وعادت للنشاط عام 2019 لتتصدى لمشكلة عدم المساواة في قطاع التصوير. ووثقت المصورات تجاربهن أثناء فترة الإغلاق العام بسبب الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد. نستعرض هنا بعض الصور المنشورة في موقع البي بي سي. أخيراً، عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة.
بهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.